نتصلوا دابا بالام ديالو، نتمنوا انها تجاوبنا. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايره انتيا؟ بخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. سولا انا بخير. كي دايره الوليدات؟ كي دايره انتي؟ الحمد لله ربي يخليك الله يحفظك. انت في الدار ولا في السبيطار؟ انا يلا جيت من النوفل. يلا يلا مشيت كان خلعني خليت شي دم مني وفمو انا مشيت ديت لي التحاليل وديتو عنده. عنده حصه اخرى ديال الشيميو. حتى ما بغيناش نبقاو، قالت كتبقى متبعه لي التكسي ديال الزرع. ايوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا ربي، الله ييسر الامور يا ربي اختي. امين يا ربي. امك ربي يا ربي. امين يا ربي. ايوا كاينه معاك العائله في الدار محدك شي واحد؟ كاين معايا راجل وبنتي. عندك غير بنيه وحده ياك؟ عندي غير بنيه وهو. اختي والله يصلحهم ليك ويخليهم لك يا ربي يا ربي. محدك شي وحده محدك شي مره كتعرف تزغرت؟ ما كاينش بنتي اللي كتعرف تزغرت. الى هذاك الشيء هذا كتعرف الزغرت قول لي الزغرت وقول اليوم زغرت لك. الله يخليه لك اختي، الله يخليه لك، الله يخليه لك. يا ربي امين يا ربي يا ربي يا ربي. ايوا لالا مبروك عليك، راه تقبل الدوسي ديالك في الجمعيه وان شاء الله غادي تجي ان شاء الله في اقرب وقت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اليوم اختي جانا القبول من السبيطار وخداو الحاله ديال ولدك على انها حاله يعني مستعجله حيت مسكين خاصو الزرع، فتعاملوا معاها يعني بطريقه مستعجله حيت هذا اكثر دوسي في الحقيقه يعني دغيا تقدا فيه الغرض. الحمد لله حيت الوليد مسكين مريض وحسوا بالحاله ديالو الحمد لله. ورا سبحان الله العظيم راه ملي غتشوفيه راه غتعرفي علاش هو تقبل ليه بهذه السرعه، حيت هو مقبول من عند الله. كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى، كل شيء ديال الله، حنا غير اسباب. داك الشيء اللي كاين، ربي ملي كيبغي شي حاجه راه كيدير لك واحد الانسان في طريقه كيكون كيبغي. اش غنقول لك راه انت راه حابك الله علاش كيعطاك ديري هذا الخير. والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايوا لالا راه مبروك عليك. المهم راه اتصلوا بيا اليوم قالوا لك راه الدوسي ديالك ان شاء الله راه غادي يمشي في يعني في اورجون، غيمشي باستعجال ان شاء الله، وغادي يحاولوا يديروا الجهد ديالهم كامل باش يتعتق هذا الوليد وباش ان شاء الله يجي يداوى. وحاجه اخرى ثاني غادي تكفلوا ليه ان شاء الله بالعمليه ديال الزرع ديال النخاع. يا ربي يا ربي كما فرحتي لي الله يفرحك. قلت لك يا ربي يا ربي ربي يعوضني فجاه الوليدات اللي مشاو كاملين. الحمد لله الحمد لله اختي الحمد لله. ونزيدك واحد الحاجه اخرى عاوتاني، صحابك سالوا المفاجات راه ما سالوش. عقلتي النهار الاول اللي عيطت عليك فيه خليتي لي نمرتك وعيطت عليك وانا كنبكي، عقلتي؟ ما قدرتش نهضر معاك بقوه ما بقيت كنبكي سبحان الله العظيم.
ايوا سيدي ربي عوضنا خير الحمد لله اختي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. الحمد لله. والمفاجأة اللي قلت لك هي انهم قبلوا لك حتى البنية ان شاء الله. يا ربي يا اختي يا ربي يخليك معايا، زعما ما نبغيش لك حتى حاجة من حقك والله العظيم. الحمد لله غادي تجي ان شاء الله انت يا وايوب واخته ان شاء الله. يا الحمد لله يا عزيزه كيما بغيت دير زرني روح ايوب وتعطيه شي حاجه جديده سيري عليه خير بلا دنيا لا اخره كيما حطيتي يدك. الحمد لله اختي. ايوا ان شاء الله اختي غادي نعاود نتصل بك ان شاء الله باش نوجدوا الباقي ديال الوراق. وكما قلت لك السبيطار راه انتريساتو يعني مهتم بزاف بالحاله ديال وليدك، وراه دفعنا باش ان شاء الله يتقبل لنا البيدجي ديال المصاريف كاملين، يعني التغطيه ديال المصاريف لا ديال العلاج لا ديال الشيميو لا ديال العمليه. وان شاء الله المده ديال الفيزا غادي تكون اكثر من 6 شهور باش ان شاء الله ما غادي يمشي ولدك من هنا حتى يولي بخير وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله. سلام ايوب كي دايره بابا لاباس عليك؟ لاباس بخير كي داير؟ كي بقيتي؟ شوية حبيبي شكرا بزاف. الحمد لله الحمد لله. وان شاء الله غادي تجي عندنا لطاليان ويخلي لك وليدات. يا ربي امين يا ربي يا ربي امين. ان شاء الله غادي تجي لعندنا وغادي تداوى وغادي تولي بخير وعلى خير. الحمد لله الحمد لله. ايوا نسالكم شي دعيوه ديال الخير كل مره تفكرتونا، وان شاء الله اللي غادي يجي كله خير ان شاء الله يا ربي. تفرحي بايوب حق الله العظيم ديما جابك وديما كنت داعمه معاك وحق الله العظيم يا ربي حفظك انت ووليداتك يا ربي. الحمد لله الحمد لله يا ربي ربي يخليك. هاد الدعيوات اللي كنربحو والله العظيم الى هادو هما الدنيا وما فيها. ما شوفي والله عزيزه اختي الشيء يكون باك انت انتيا مزيانه مع الله راه ما يعطيكش هاد الشيء اللي كديري مع الوليدات، لانك انتيا قلبك زوين وانتي مزيانه اللي سخرك الله تجري في هاد الحسنات اللي كتقضي بهم هاد الوليدات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اختي. ايوا ان شاء الله غادي ندير واحد ربع ساعه ان شاء الله ونعيط لك باش نسولك على شي معلومات باقين خاصين وشي وراق ان شاء الله. وان شاء الله نبقاو على اتصال. خليك معايا من هنا شويه ان شاء الله نعيط عليك صافي. واخا اختي شكرا بزاف اختي والله ما ننسى لك هاد الخير اللي درتي معايا ما عطاش ندير ما نوفيش لك هاد الشيء اللي درتي معايا وحق الله لايوب. الحمد لله الله يحفظك والله يخرجوا لك وليداتك اختي هاد الخير اللي كديري تشوفيهم كي بغيتي. يا راهم وليداتي راهم ولادي راه كنحطهم والله العظيم انا كنحط راسي في بلاصتكم كنحط راسي بلاصتكم حيت راه هاد الشيء راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كيكتبو والله اختاركم نتوما لواحد السبب اختاركم حيت عرف بانكم نتوما قادرين تواجهوا هاد الشيء. والحمد لله حنا ديما كنقولوا الحمد لله كل ما ربي ما قالك ما اصابنا الا ما كتب الله ولا الحمد لله اختي الحمد لله. مهم ان شاء الله دابا راه غادي يجي ان شاء الله غادي يداوى مصاريفو الدواء ديالو كل شيء على حساب ان شاء الله الجمعيه. نتلاقاو لكم في المطار ان شاء الله كما درنا مع البنيه اللي قبل منكم هذه وان شاء الله تمشيو للسبيطار والسبيطار اصلا قريب ليا هنايا قريبه ليا غتكوني ان شاء الله. غنبقى معاك ان شاء الله من الاول حتى الاخر حتى الشفاء ديالو ان شاء الله. نيت راه جيت درت كلشي راني درا ما عندي حل الصراحه. ايوا الحمد لله عند الله سبحانه وتعالى كاملين. الحمد لله حتى انا الناس اللي عندي في
الناس اللي عندي في القناة والناس اللي عندي في 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 الفيسبوك وهذا والله العظيم اللي حاسبه مع عائلتي الحمد لله. كل شيء كيدعي وكل شيء يعني كنغيب عليهم غير نهار واحد كل شيء كيصول وكل شيء الحمد لله. هادشي اللي كديري راه ماشي ساهل ربي سبحان الله العظيم راه زعما راه كيحبك وحق الله الحمد لله الله يحسن الى التيسير ديال الله التيسير ديال الله سبحانه وتعالى. بنتي سخرت بنتي سخرت الحمد لله اختي الحمد لله ربي يخليك. الله